محتاجين ان احنا نبقى سعداء. نرجع تاني نتكلم على موضوع انتخابات الاتحاد. مين؟ طيب يلا ماشي معانا على التليفون كابتن رامي ربيعه. كابتن رامي، كابتن رامي الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن ابراهيم، حضرتك عامل ايه؟ تمام، كله تمام، بنبارك لكم وسعداء جدا بيكم، وانت واحد من الركائز الاساسيه الحقيقه، وكان مصر انك تكون معاك كابتن ربيع ياسين، واكيد انت ما خذلتوش، واكيد النهارده عملت مباراه رائعه. الحمد لله يا كابتن ابراهيم، والله انا بحب اشكر الجهاز الفني كله واللعيبه كلها، من اول كابتن ربيع والله لكابتن هشام لكابتن سعد لكابتن علاء لكابتن طه للمشجعين، والله الناس اللي ساندونا النهارده واللعيبه كلهم بصراحه كنا رجاله النهارده والله العظيم. الحمد لله كابتن ابراهيم، والله ربنا وفقنا في الملعب، لعبنا ماتش حلو قوي، لعبنا جيم حلو، كنا ماسكين كوره، ضيعنا اكتر من فرصه، بس الحمد لله النصيب ما كانش معانا، وهم برده كانوا بيهجموا، بس انا الحمد لله كنا واقفين على رجلينا صح، الحمد لله استحقنا التعادل، وكنا المفروض نكسب، بس الحمد لله يعني على التعادل، وان شاء الله نبتدي بقى نركز في الفتره اللي جايه في بطوله افريقيا ان شاء الله. ان انتوا المباراه ديت كان في ضغط كبير جدا على الرجاله بالشكل المطلوب زي ما قال الكابتن ربيع ياسين، احكي لي النهارده خط الدار تعب قد ايه خلال المباراه دي؟ لا لا والله خط الدار كلنا كنا متفاهمين، لعبنا الثلاثه، لعبنا بتولي ليبرو وانا مساك انا وياسر بيلعب في واحد بيلعب في المنصوره، فلعبنا وتفاهمنا مع بعض بصراحه، وكنا واقفين طول ال 90 دقيقه، والحمد لله كلنا كنا متفاهمين، دليل ان احنا خرجنا في الدفاع كده طول ما هو صفر صفر، احنا الحمد لله كسبانين، والحمد لله كان معانا مصعب عوض الجون، وكان معانا محمود بره برضه على الدكه، كنا كويسين كلنا، ويعني الحمد لله ربنا وفقنا وكنا ماشيين كويسين كلنا، والحمد لله وحمد برضه كان باك ليفت، هو مش مركزه بس الحمد لله لعب كويس، وكان هو اصلا يعني تحت الفريزنتر، بس كان حصل ماتش بس الحمد لله بس حامد وظف، الحمد لله قدرنا نتعادل الحمد لله. انتوا كمان بتلعبوا بره احسن ما بتلعبوا جوه الحقيقه، يعني بتلعبوا بره مصر افضل صح ولا لا؟ بصراحه لعبنا هناك كسبنا 3-0، كنا بنلعب كويس قوي بره او جوه، بس يعني الحمد لله كل حاجه نصيب الحمد لله. لو جنبك حد بقى من زمايلك من نجوم منتخب الشباب الدولي، او لو جنبك الكابتن ربيع ياسين؟ لا مثلا لسه لغايه دلوقتي فوت اللبس، فما فيش حد معايا دلوقتي، انا الوحيد اللي جوه فوت اللبس دلوقتي. مبارك لك مره ثانيه وثالثه كابتن رامي، نشوفك بقى متالق واحد من اللعيبه المميزين والمهمين جدا، بيمثلوا عنصر الشباب، والحقيقه اللي دايما بيراهن على الشباب ما بيخسرش، يعني رامي ربيعه واحد من اللعيبه المتميزين جدا، نتمنى باذن الله بقى موضوع كره القدم ده يعدي على خير. طيب خطوه من نشاط وعودة.